تقولنا التلفاز التلفاز ديالك شكرا للسيد الرئيس السيد الرئيس عبد المجلس الوطني صدى الحضور اسمحوا لي اللقاء مع السيد الرئيس المعين من طرف جلالة الملك رئيس الحكومة أولا قدمنا له تهانينا الثقة المولوية وتهاني مناضلي الحزب والمتعاطفين وأعضائه كما أننا تبادلنا مجموعة من الأفكار حول إمكانية التحالف الحكومي في العام المستقبلي تلقينا من السيد الرئيس إشارة جد إيجابية سنعمل على استمرار هذا الحوار وسنحاول بناء تصور مشترك في المستقبل إذا وافق السيد الرئيس ولنا الشعور لأن الأمور ستسير بالشكل الأفضل فأشكر السيد الرئيس على إشارته الإيجابية وعلى مشاعره وأهنئه مرة أخرى وأتمنى له التوفيق شكرا قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا